لا أستطيع التنفس، كلمات إريك غارنر الأخيرة قبل أن تقتله شرطة نيويورك أثناء اعتقاله تحولت إلى هتافات ألاف المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن وصولا إلى مبنى الكونغرس. هذه المسيرة التي نظمت من قبل جمعيات الحقوق المدنية شاركت فيها أيضا عائلات بعض الضحايا الذين قتلوا على يد الشرطة، وقامت المحاكم بتبرئتهم. والدة أحد هؤلاء الضحايا قالت إن عدد المشاركين في المسيرة يرسل رسالة قوية للتغيير. شكرا لكم لوجودكم هنا اليوم. إن لم يقوموا بعمل تغيير بعد رؤية هذه المسيرة وهذه الأعداد، لا أعرف ما يجب فعله للتغيير. شكرا لمساندتكم. 51 عاما مرت منذ انطلاق المسيرات التي نادت بالعدالة والمساواة بين الأعراق، وكيم ماثيوس شاركت في تلك المسيرة الشهيرة التي تحدث فيها مارتن لوثر كينغ عن حلمه بكسر الحواجز العرقية. رأيت في حياتي الكثير من التغيير في العلاقة بين السود والبيض، لكن لا يزال هناك بعض أفراد الشرطة يتعاملون بعنصرية مع السود، وهذا يجب أن يتغير. الحكومة الأمريكية بدأت بتلبية بعض مطالب التظاهرات التي خرجت بعد قرار هيئة المحلفين في نيويورك وميزوري، والرئيس الأمريكي طلب من الكونغرس تخصيص أكثر من 200 مليون دولار لمحاربة التمييز وإعادة بناء الثقة بين الشرطة والمجتمعات المحلية. أمال المتظاهرين الآن هي أن تصل أصواتهم إلى صناع القرار، وأن تستمر الجهود في الكونغرس وفي البيت الأبيض لوضع مزيد من القوانين للحد من العنصرية التي يقولون أنهم يتعرضون لها. بول حجازين، سكاي نيوز عربية، واشنطن.